مساء الخير مشاهدينا، نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامجنا الدار، برنامج المتنوع في فقراته وضيوفه وفي مواضيعه اللي يطرحها. نطلع عليكم من الشاشة الأولى في قناة الكويت من الساعة 6 للساعة 7 على الهواء مباشرة يومياً من الأحد إلى يوم الأربعاء، والإعادة على القناة الثالثة الرياضية من الساعة 8 للتاسعة. مسيت عليكم بمساء جميل، وما أنسى أمسي على زميلتي وأختي أماني الكندري. كيف حالك؟ يا هلا مرحبا فيكم ساعد، أمسي عليك بالخير أكيد وعلى مشاهدينا ومتابعينا من خلال برنامج الدار، دائما متواصلين معكم على الخير والبركة، ودائما مثل ما عودناكم برنامج الدار يضم كثير من الفقرات المتنوعة، عندكم الفقرات الاجتماعية أو رياضية أو سياسية أو حتى نفسية، يعني كل شيء تحبونه بتشوفونه إن شاء الله في فقراتنا من خلال برنامج الدار اللي يستضيف أيضا كوكبة كبيرة من الضيوف اللي لهم مجالاتهم وما شاء الله لهم بصمات كبيرة في هذا المجال، كل واحد أكيد مجاله يختلف عن الآخر. ما ننسى مساعد نذكرهم مواقع التواصل الاجتماعي، يسعدنا تواصلكم عن طريق الانستغرام الدار QATV. عندك اقتراح أو استفسار أو ودك حاب أنك تكون معنا ضيف، ما عليك إلا بس تدش أكاونت البرنامج. أما السناب شات راح يكون عند زميل مساعد. السناب شات والانستغرام نفس ما قالت اختي اماني هم موجودين لكم علشان تتابعونا، تعرفون الرتم الخاص للبرنامج، تعرفون اذا كان لكم فرصه، انت مبادر، انت شخص عندك فكره، سوينا فولو، شوف ايش قاعد يصير. طبعا راح يكون موجود عندكم على الشاشه بعد شوي، هم نفسهم اكونت الانستغرام والسناب شات dar.com.tv. اماني خلينا نطلع مع المشاهدين فاصل قصير، نعرف على منو راح نكون اليوم مستضيفين ونرجع لكم. تشاهدون في حلقة اليوم طفل في العاشرة من عمره لديه موهبة الإلقاء والتلاوة، ولقى مع الطفل البراء قتيبة الخالدي. فقرة الطبخ مع فواز العميم، مجموعة مواهب ولقاء مع الأستاذ عبد العزيز مولى يوسف. إدارة ريادة الأعمال في وزارة الشباب. طفل في العاشرة من عمره لديه موهبة الإلقاء والتلاوة، ولقى مع الطفل البراء قتيبة الخالدي. رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا، واليوم راح تكون حلقتنا غير أكيد مساعد بوجود طفل موهبة مع والدة، طفل في العاشرة من عمره لديه موهبة الإلقاء والتلاوة. رحب بالبراء قتيبة الخالدي، والدة قتيبة الخالدي، منورينا بالبرنامج. حياكم الله، جزاكم الله خير على الاستضافة الطيبة. حياكم الله وسهلا مباركة. والطفولة شيء جميل وبريء، لكن جميل الطفولة لما يكون فيها موهبة والوالدين ينتبهون لها ويبدون يصقرونها ويخلون منها شيء ظاهر ويعطون مثال جد أن الطفولة فيها جزء من اللعب لكن فيها جزء كبير من المسؤولية ونقل الثقافة والأشياء هذه. عشان كذي نبي نتكلم معاك، اختصر لنا قصة البراء. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما قلنا نرحب فيكم ونرحب بالسادة المشاهدين كلهم جميعا. بالنسبة حق البراء الله يحفظه، يمكن من صغره لاحظنا في جانب العذوبة الصوت ما شاء الله، إيه، وكان يحاول بين فترة وفترة مثلا نسمع عن لحظة يقرأ القرآن. أذكر في مرة كنا مسافرين في أحد البلدان السياحية وكنا قاعدين بمطعم، والمطعم كان معد وفي مكان مثل حق فرقة يصير فيها عزف وغيره. اللي لاحظته بالبراء الله يحفظه حزتها، قام من الطاولة، كان تقريبا عمره بين 3 و4 سنوات، قام وراح وقعد مكان اللي المفروض انه يغني وقعد يقرأ قرآن. هذه كانت بالنسبة لنا مثل إشارة انه في عنده ميول. نعم. وبعدين مع الوقت وكل ما كبر الله يحفظه
يحاول انه هو يحفظ، يحاول انه هو يقرا، قمنا نسمعه. يعني تدري هو صغير ساعات الواحد ما يقدر يعني بالضبط يحدد شنو مستوى الصوت عنده. نعم. بس الله يحفظه هو قاعد يكبر، كل ما كبر كل ما قام يرتل اكثر، كل ما قام على قولتهم يحبر اكثر بالقراءه. اي نعم. ف هني دور اعتقد الوالدين سواء الاب او الام. نعم. يحاولون على قد ما يقدرون ان يوجهونه التوجيه الصحيح. فالحمد لله عندنا هني بالكويت كثير من حلقات تحفيظ القران، عندنا نوادي تهتم بهذا الجانب، فكنا نحرص ان ندخل البراءة ندخلها في هالنوادي وهالحلقات هذه علشان يستمر. شيء جميل لأماني انك تكتشفين في ولدك موهبه جميله. اوكي خلونا نطلع مع بعض هالتقرير، خلونا نشوف هالتقرير مع بعض ونرجع لكم مع ضيوفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كثر في هذه الأيام تعلق القلب في الدنيا والمال، قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فاتقوا الله يا عباد الله، ولتكن قلوبكم معلقة بالله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد عودة جميلة معكم مشاهدينا، وشفنا شعور جميل ورائع للطفل ما شاء الله عليه الموهبة البراء، شعور جميل أكيد، وقاعد نشوفه ما شاء الله عليه مبتسم البراء. ما شاء الله رب تعبكم ما يروح حدر وتشوفونه ابن بار وتشوفه إن شاء الله معرس أنت وأمه، يعني وحفظه لكم يا رب. البراء شنو شعورك؟ يعني مشاركة حلوة ما شاء الله عليك، شفنا هل لا إله إلا الله هالإلقاء الجميل الصوت الرائع، فشنو شعورك لما أنت كنت واقف على خشبة المسرح وقدامك ما شاء الله كثير من الشخصيات ووالدك موجود؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في البداية أحب أني أشكركم على استضافتي بهذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن ينفع فيه. كنت مستانس وايد أن جبال وايد ناس، أني كنت قاعد أخطب وحرك إيدي وبصوت عالي وكذي. حلو، شفنا وقفتها ما شاء الله على المنبر، يعني كانت لا إله إلا الله عند الجرأة والشجاعة. البراء، أنا شدني الاسم البراء، شنو معنى اسمك؟ البراء كلمة مشتقة من كلمة براءة. أبوي سماني على الصحابي الجليل البراء بن مالك. نعم. اللي أخوه كان أنس بن مالك. نعم. وكان عنده كثير من الصفات،
وبذكر شوية من صفاته. نعم. كان هو شجاع ومقدام ومتميز بعذوبة صوته. فأنت صار اسم على مسمى. زين، حدثنا شلون اكتشفت هذا الموضوع في داخلك، هذه الموهبة شلون اضطرت لك، شلون حدثنا عن هذا الموضوع؟ يوم كنت صغير تلقاني كنت أسمع حق أبوي، أشترك بمسابقات، أشترك بحلقات تحفيظ، أشترك بنوادي، أقرأ، أتأثر بالقراء خصوصاً ملوك المسايد، وخصوصاً برمضان لما أروح صلاة التراويح والجيام أتأثر وايد بقراءتهم. ما شاء الله لا إله إلا الله. ما شاء الله، يعني لا إله إلا الله عنده هو الدافع يعني وشجاعة في إنه ما شاء الله يستمر. أكيد ولا دور كبير يعني والدك في إنه يسقل هالموهبة. فخلنا نتكلم معك شلون قدرت يعني كونك والدة تتابع ما شاء الله موهبته وتسقل مهاراته، يعني خصوصا إنه هو لا إله إلا الله متمكن. الله يحفظه، مثل ما تفضلتي هو القابلية كانت موجودة، ودور الوالدين مجرد ما يلمسون هالشيء هذا يحاولون أنهم يشجعون. وهذا أنا لاحظتها للأمانة من الأشياء الأساسية والمهمة في صقل المواهب، التشجيع. فكل ما كنا نشجع البراء نلقاه يستانس أكثر، يفرح أكثر، وده أنه يسوي أكثر. الجزئية اللي طراها بخصوص رمضان وتراويح وجيام وأمه، هذا شيء ثاني هم خلاني أتأثر في، يعني خلاني أركز على هالموهبة هذه. ساعات لما أخذها معي ونروح مثلا المسجد تلقى بعد ما تخلص صلاة نطلع يعلق يسولف وياي، يبا ما شاء الله اللي يقرأ ترى كان صوته حلو، ممتاز. أي. ما شاء الله. فهذه كلها دلالات وإيحاءات تعطي إن الولد عنده الموهبة وعنده القابلية. فبالتالي الدور كأب أو كأم إنهم يشجعون ويساعدونه ويوجهون التوجيه الصحيح. التشجيع، التشجيع في خاصة في البداية والصغر يسقل المواهب. براء، احنا طماعين اليوم لعنك معانا نسمع هالصوت العذب، الله ان شاء الله على قولتهم يديمه لك مثل ما انت قلت الصحابي الجليل كان صوته عذب، سمعنا انت بعد الصوت العذب. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم، الله يحميك ويحمي. براء، بسألك سؤال أبيك جاوب بصراحة، أنت طفل صغير تبي تلعب، تبي تستانس، تبي تاخذ راحتك، هل تعتقد أن هذه الموهبة اللي أنت اكتسبتها والوالد والوالدة صقلوها عندك أثر على طفولتك، أخذك من جو اللعب، ولا أنت لازلت طفل تمارس كل مهاراتك ولعبك بشيء طبيعي؟ لا، لازلت أمارس كل شيء بشيء طبيعي، يعني أنظم وقتي، وقت حق اللعب، وقت حق الدراسة، وقت حق قراءة القرآن، وقت وحق اللعب وكل أشياء شيء. ممتاز، حلو ما شاء الله عليه، يعني حلو إنه هو حاط له وقت أكيد ينظم فيه وقته ويمارس فيه، حتى يعني ما شاء الله هالموهبة الجميلة اللي هو يحبها، عسى الله يثبته إن شاء الله يا رب دوم على هالموهبة الرائعة وتشوفها دائما في أعلى المناصب. البراء، كلمنا عن مشاركاتك، أنت شاركت أكيد ما شاء الله حتى بالمدرسة كانت لك مشاركات، فأبرز المشاركات اللي شاركت فيها وشعورك وأنت قاعد تشارك. أنا شاركت بوايد من المسابقات، شاركت بمسابقة بنك بوبيان وبيت التمويل، وشاركت بمسابقات المدارس، مسابقات التلاوة والحفظ، وكنت أفوز فيها الحمد لله المراكز الأولى. ما شاء الله لا إله إلا الله، إن شاء الله دوم يا رب. الحمد لله. بالنسبة يعني المشاركات اللي مثل هذه، خاصة مساء يوم شفنا الفيديو قلت إن أصغر مشارك. نعم.
كونه أصغر مشارك يمكن يضع عليه حمل أكثر ويضع عليكم أنتم حمل أكثر التجهيز لهذه المشاركات، يعني كان من طرفكم أو من طرف، لأن أنتم صار يعني ما شاء الله المشاركة جماعية لأن أنتم وراء. فحدثنا عن التجهيزات لهذه المشاركات. هي بالنسبة حق هذه المشاركة اللي انعرضت قبل شوي بالتلفزيون، هي كانت نقدر نقول تقريبا صدفة. كنت قاعد أقرأ الجريدة وشفت إعلان منزلينه حق مسابقة الخطيب الصغير، فعلى طول يبالي إن ليش البراء ما يشارك. لما شفت الشروط شفت إن الشروط تنطبق عليه، وفعلا خذيتها من إيده ورحنا وسجلناه وبدأ يحضر وياهم. هم طريقتهم إنه يعطون في البداية دورة ومن ثم تصير في مسابقات وتصفيات وبعدين يحددون المراكز. فأول ما خذيتها رحت كان يشوف انه مو بروحه ويا شباب ثانيين، انزرع بنفسهم روح التحدي روح المنافسه، بس المنافسه الطيبه. فاستانس وحس ان انعطت له فرصه انه يوقف ويتكلم وياخذ ويعطي. والحمد لله مع التدريب طبعا ماكو شيء من فراغ، فكنا يعني نقعد وياه وساعات ندربه. لما يروح يحضر مثلا الدوره العلميه اللي قبل المسابقه ساعات كنت أخذه من إيده بس نخلص ونطلع برا عند سور المسجد، ووقف عند سور المسجد أقول له تخيل هالسيارات اللي قدامك كلهم ناس، أي شلون راح أتكلمهم؟ فكان يطالع السيارات ويتكلم ويأشر بإيده ويطلع بصوتها وينزل بصوتها. فالله يحفظه أثار حتى إعجاب الناس اللي مشاركين، حتى المنافسين اللي وياه، وكانوا كلهم يتحلون عليه عموما، يعني يشوفونه كذي صغير يونس. ولذلك اللجنة يعني جزاهم الله خير اللي كانت مسؤولة عن هالمسابقة قالوا كون انه هو اصغر مشارك وكويتي فودنا انه هو يوقف بالحفل ويلقي خطبته اللي شارك فيها في الحفل، وهذه هي الخطبه اللي انت شفتوها. ان شاء الله على ابدع للامانه وعسى الله يوفقك دوم يا رب. البراءه السريع نبي منك نعرف في هوايات ثانيه بعد قريبه من قلبك، يعني شنو تسوي طول يومك؟ انا احب اقرا القران وايد واحب انشد، وساعات بأوقات الفراغ أحب أنشد نشايد وايد. نشيدة؟ سمعنا شوية شوية خلنا نختمها وياكم نشيدة حلوة من البراء. أي نشيدة؟ كيفك أنت اليوم؟ كيفك اليوم علبشت اليوم معرس وكيفك أنت اللي تبي سوا؟ الله يحفظك. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما اسعد الحفاظ في الازمان، ما اسعد الحفاظ، ما اسعد الحفاظ، ما اسعد الحفاظ في الازمان. ما شاء الله لا اله الا الله، الله يحفظك ان شاء الله ويخليك. لا اله الا الله يعني يستاهل كل التحيه، عسى الله يحفظه لكم ان شاء الله. حاب احنا ختمنا خلاص يعني وياكم، الوقت داهمنا، ولا ما شاء الله عليه البراء امتعنا يعني في صوته لا اله الا الله وقراءاته الجميله. شنو حاب توجه كلمه للمشاهدين؟ انا ودي انا عندي يمكن كلمه، وحتى قبل لا نطلع على الهواء كنت اسولف ويا البراء، والبراء بعد كان عنده كلمه ودي يقولها، فخلينا نبتدي فيه. تفضل براء، قول شنو حاب تقول. بصراحه عندي رسالتين. الرساله الاولى احب اني اوصل حق الاباء والامهات، ان يشجعون عيالهم ويساعدونهم عشان ينظمون وقتهم. والرساله الثانيه احب اني اوصلها حق اخواني وخواتي، ان ينظمون وقتهم ويدعون الله عز وجل وينظمون وقتهم، يعني وقت حق الدراسه، وقت حق الحفظ، وقت حق اللعب، وقت حق وايد اشياء. شيء جميل، شيء جميل، بس نصيحة جدا بريئة ومن القلب إلى القلب. أنت؟ طبعا جزاك الله خير البراء، أنت يمكن غطيت علي الجانب هذا اللي أنا كنت فعلا يعني ودي أوجه حق الآباء والأمهات، إن يمكن الكلمة الأساسية مثل ما قلنا قبل شوي هو التشجيع. الطفل يحتاج فعلا حق تشجيع، والتشجيع ما يجي من فراغ. الإنسان بشكل عام عبارة عن مجموعة من الخبرات، والخبره يكتسبها من الاحتكاك مع البشر، فيتعلم انه يعتمد على نفسه، واذا اعتمد على نفسه يبتدي ياخذ قراراته بنفسه، واذا اخذ قراراته يجب انه يتحمل القرارات اللي هو اتخذها. لكن مثل ما قلنا التشجيع والمساعده في تنظيم الوقت هي الاشياء الاساسيه اللي ممكن انها تاثر
وعلى الله يجزاكم خير ومشكورين وما قصرتوا جد نورتونا. ومثل ما قال البراء ومثل ما قال ابوه ونتمم على كلامهم، التشجيع وتنظيم الوقت بين اللعب وبين الدراسة وبين توجيه المواهب وصقلها يصنع من الناس مثل البراء، ناس عندهم فكر عندهم رسالة يطرحونها، وصلوا عندنا اليوم وصلوا رسالتهم إن شاء الله بعون الله. خلونا نطلع فاصل مع بعض ونرجع ونشوف باقي ضيوفنا. فقرة الطبخ مع فواز العميم. حياكم الله اليوم في حلقة جديدة وفقرة جديدة على طبخاتنا اللي إن شاء الله راح تعجبكم. اليوم راح نسوي بايية البرغل بالروبيان وحركات جديدة. البايية المشهورة الإسبانية بس راح نسويها بالبرغل. نبلش أول شيء هني عندنا النار، ناخذ زيت زيتون زين، ننزل شوية، عارفكم يقول هذا وايد بس أنا عده شوية، ننزل الفليفلة زين، وايد مهم ننزل البصل، نخليهم يمحمسون شوي ويعرقون من كل صوب مثل ما انتم شايفين زين. بهاراتنا خفيفة هني، فلفل أسود، البابريكا طبعا، وعندنا هم بعد شوية طماط قصصنا صغار، والحين نحمس شوي ونبني الطبق. أوكي، المعجون عندنا وايد مهم طبعا عشان يعطيها الحمار والحموضة، معجون الطماط، وعندنا بعدين الليمون، صلصتنا صلصة فيها الخل وبهارات، ونبلش بس نحمس، نخلي كل شيء يندمج علشان بعدين ننزل الماي، بس ننزل الماي ونخلص. اوكي، الحين ردينا لكم مره ثانيه، كملنا الطبق، حطينا الماي، حطينا الثوم زين، علي مساعه وبني، الحين بننزل البرغل زين، بننزل بحركه دائريه عشان يتوزع بكل مكان على قد ما نقدر مثل ما انتم شايفين، غطت عدل، قاعد تفاعل، نيجي بالربيان ونوزع. اوكي، وبعدين ندخلها الفرن، اسكرها بشويه كزبره، ما راح احوسها بس من فوق، هو الكزبره ما يحتاج طبخ واحد. اوكي، والحين على طول حق الفرن، كفر كفر كفر، ونغطيها، وحبذا لو نحط بعد قصدير اذا قدرنا ندخلها، ناخذ خليها تاخذ وقتها. اوكي، الحين طلعنا البايايا من الفرن اللي هي برغل مع روبيان، نزلنا عليها شويه مخلل المقدوس، وهذا زيت المقدوس الحار نصبه عليها وهي حاره عشان يشبط لداخل، تعطيها طعم وايد طيب. لازم شويه تصير مويسيه، حاره ماني قادر اكلها. واو، هو بقعد اكل انا. باي.
سعداء بالتواصل معكم مشاهدينا، ودائما تعودنا في برنامج الدار نشوف ضيوف مبدعين دائما نلتقي فيهم ونشوف ما شاء الله مواهبهم ودعمهم للشباب الدائم من خلال هالمجموعه الجميله، مجموعه غنيه عن التعريف، هي مجموعه مواهب تحتوي دائما وتحتضن الشباب المتطوعين وتبرز ادوارهم بالمجتمع وتدعمهم اكيد من خلال انهم يشاركونهم في بعض المعارض سواء كانت معارض داخليه او خارجيه ويدعمونهم. ويسعدني اني ارحب بالاستاذ عبد العزيز ملا يوسف رئيس مجموعه مواهب، ويا هلا مرحبا فيك، منورنا دائما اكيد بطلتك. حياك الله استاذ يوسف، يعطيك العافيه. استاذ عبد العزيز، حدثنا عن قصه مجموعه مواهب، شلون بدت معك؟ اولا طبعا نمسي عليكم، يعطيكم العافيه على البرنامج الجميل. مجموعه مواهب نفس ما يمكن خلينا نقول شريحه كبيره عارفه ان هي مجموعه شبابيه تاسست عام 2009، شعارها تشجيع، تهدف الى دعم وتشجيع الطاقات الشبابيه، تركز على الحرف اليدويه في مجالات الفن التشكيلي، التصميم، التصوير والادب والموسيقى، مختصين في تنظيم اضخم المعارض على مستوى المحلي وحتى الخليجي. بنفس الوقت هم عندنا اللي هي الانشطه الاخرى اللي تتعلق بالشباب مثل الدورات التعليميه التدريبيه، وخلينا نقول ان صار لنا في المجال هذا يعني سنين من تاريخ تاسيس مواهب، والحمد لله لنا خلينا نقول سيره ذاتيه كبيره وحلوه. ممتاز، حلو. عبد العزيز، يعني من خلال مجموعه مواهب ومن خلال انشطتها وفعالياتها نبرد شوي فيك للزمن ورا ونعرف اول معرض تم افتتاحه لمجموعه مواهب. طبعا اول معرض كان في عام 2011 في معرض الكويت الدولي بمساحه 2000 متر مربع، شارك معنا فوق تقريبا 300 موهوب في المعرض. اللي ميز معرضنا اللي هو ان المعرض الوحيد المختص بس بالحرف اليدويه اللي هي الهاند ميد، بعيد عن الشغلات اللي نشوفها الحين التقليديه، الكب كيك والبضائع الجاهزه وهالامور هذه. اكيد اي نعم. ما شاء الله، يعني قلت لي ان ما شاء الله 300 موهبه في مكان واحد، شلون تم دعوتهم؟ شلون عرفوا حدثنا عن هذه السيستم، شلون يعرفون؟ طبعا الدعوات تصير اما عن طريق معرفنا، يعني خلينا نقول نعرف مثلا الشخص هذا موهوب، نعرف مثلا هذا رسام، هذا كذا، فمن خلال احتكاكنا مع الموهوبين خلال السنوات هذه صارت عندنا قاعده وشريحه كبيره من الموهوبين، وايضا بالاضافه الى السوشيال ميديا اللي هي مثلا انستغرام وغيره. حلو. فاحنا دائما ننزل هالاعلانات ونشوف انه في اعداد كبيره تتقدم، والحمد لله ان يعني فتحنا المجال للاعداد هذه، ونقول ما سكرنا الباب لاحد. فطبعا دشوا في المعرض واشتركوا معنا، والمعرض استمر تقريبا مده الخمسة ايام، اللي هو كان عرض العرض ونفس الوقت اللي هو كنفس ورشه حيه، ان الناس همتي وتشوف الموهوبين هم قاعدين يشتغلون في المعرض. اوكي، يعني مو بس بضاعه جاهزه او اعمال جاهزه، لا، في اعمال تنفذ خلال المعرض. نعم. عشان يكون احنا ما عندنا بضائع جاهزه نفس ما يقولون. كل الشغل اللي نعرض في المعرض هو شغل يدوي. كل شيء جاهز احنا طبعا نمنعه، على اساس انه هم نركز على الجانب الحرفي اكثر. جميل وراقي. يعني من خلال ما شاء الله تبنيكم لهالشباب المبدع اللي عنده طاقات ايجابيه وحاب انه يبرز هالطاقه هذه عندكم في مجموعه مواهب، وانتم ما قصرتوا بدوركم كونك رئيس مجموعه مواهب، افتتحتوا معارض خليتوهم حتى يشاركون من خلال مواهبهم، الناس تجي تشوفهم تشوف شنو عندهم، خصوصا هالشغل كله يعني خلينا نقول شغل يدوي وحرفي، بس نبي نعرف الهدف، شنو الهدف من خلال انشاء هالمعارض ومن خلال ان شاء الله دعوتكم للشباب وانضمامهم لمجموعة مواهب؟ طبعا في عندنا عدة أهداف، الأهداف الأساسية لتأسيس مجموعة مواهب اللي هو أن احنا نشغل وقت الفراغ للشباب، نشوف يعني نشغلهم بشيء مفيد، أنهم يبرزون مواهبهم، لأن في مواهب أمانة يعني مواهب تستحق الدعم، مواهب كبيرة، يعني نفس ما شفنا الضيف المساعة الولد، يعني الله يحفظه ويخليه إن شاء الله لهلا، يعني عندنا هالمواهب كذي واكثر وما شاء الله، واعداد كبيره، يعني احنا عدد الموهوبين اللي سجلوا عندنا من تاريخ 2009 لليوم هذا اكثر من 5600 موهبه في مجال الفن التشكيلي، التصميم، التصوير، الادب، الموسيقى. فهذا خلينا نقول الهدف الاساسي، اما الهدف الثانوي اللي هو التشجيع، ان احنا نشجع الشباب على ابراز طاقاتهم للمجتمع، وسائل الاعلام، ان الناس تعرفهم. ممتاز. شيء جميل ان ناس تتبنى هذه المواهب من هي صغيره، مثل ما قلت وضفت ان ضيفنا اللي قبل كان عنده موهبه اهله صقلوها وشجعوه. زين، شلون تقيسون وصولكم لاهدافكم؟ يعني اي جهه لما يكون عندها اهداف
بعد ما تمر في تجربتها تبدا تقيم التجربه هذه عشان تعرف اذا وصلت للاهداف هذه او لا. هل عندكم مثلا مثال لمواهب كانت غير معروفه، مغموره، غير مصقوله في معرضكم انصقلت؟ عطنا كذي قصص او عطنا امثله شلون وصلت. احنا طبعا يمكن من معرضنا الاول اللي هو كان في معرض الكويت الدولي، احنا اخر معرض خلصناه اللي هو المعرض الخامس. فمن المعرض الاول للمعرض الخامس في بعض المواهب يعني دشوا، كان مشاركتهم يعني مشاركه بسيطه، اللي كان مثلا مصور وكذا الحين فتح له استوديو، اللي كانت تصمم ازياء الحين صار يعني عندها خلينا نقول محل او خلينا نقول مثلا ماركه تجاريه. ما شاء الله خلينا نقول الاغلب منهم تطور مستوياتهم الى الشيء الافضل، اللي دشوا في المجال التجاري، اللي دشوا مثلا في خلينا نقول الفعاليات والانشطه وتطور مستواهم. بالعكس هذا بروحه خلينا نقول شيء يعني يشجع الناس ودافع لنا ان احنا نستمر في هذا العطاء. ممتاز حلو. قاعد نشوف بتو بوكس يمكن عبد العزيز بعض اللقطات الجميله اللي تمثل اكيد مجموعه مواهب، بس اللي ودي اعرفه اذا احد انضم لكم مثلا انا سواء اي شخص عنده موهبه شنو تقدموا له؟ يعني مجموعه مواهب شنو ممكن تعطيني اذا انا دشيت وياكم بهالمجموعه؟ طبعا احنا نقدم للموهوبين الفرصه الكافيه انهم يعرضوا مواهبهم، ندعمهم من الناحيه الاعلاميه. في عندنا ورش فنيه دائما احنا نسويها بين فتره وفتره. الورش الفنيه هذه تتعلق في مجالات، يعني ورشه مثلا خاصه للفن التشكيلي، الرسم والحرفيين والكذا وكذا، وفي ورش خاصه للتصميم والتصوير وكذا. فالورش هذه هي بحد ذاتها تكون ورش مجانيه يشاركون فيها الموهوبين. بنفس الوقت طبعا يعني خلينا نقول من ناحيه انه بدون فرض اي رسوم على المشاركين. اثنين، يكون في جانب اعلامي كدعم اعلامي بحضور وسائل الاعلام، جمهور، نوفر لهم كل احتياجاتهم. فالشغله هذه بروحها هم نقول تشجيع للشباب. هذا يمكن يجرني للسؤال اللي بعده. انت تقول ورش عمل وفيها، هل ورش العمل هذه في ناس يدربون؟ يعني في عندكم ناس مختصين من هذه الاختصاصات الفنيه او الحرفيه يحرص ويكون موجود ويدرب هذول الموهوبين الصغار عشان ينميهم، ولا هي عباره عن ورش تفاعليه يعني ناس مع بعض يشتغلون، ولا في احد قاعد يعلمهم؟ هو في الاثنين مع بعض. يعني في عندنا شريحه كبيره من الاساتذه والدكاتره مختصين في مجال الفن التشكيلي والمجالات اللي ذكرناها، مجالات المجموعه طبعا كدور اشرافي على الموضوع. بنفس الوقت هم عندهم دور خلينا نقول التوجيهي، انهم يوجهونهم يعني مثلا استخدام الخامه الفلانيه، استخدام كذا، فيكون في متابعه اول باول بنفس الوقت. يعني فدائما في الورش يكون في اساتذه مختصين من ناحيه المتابعه، من ناحيه التشجيع، من ناحيه الاشراف، من ناحيه التوجيه. شيء جميل. يعني مساعد حتى ما شاء الله مجموعه مواهب مو بس تحتضن الشباب الموهوب المبدع، لا فوق هذا وذاك يحتضنون حتى ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا شيء جدا يعني ممتاز وجميل في انكم تحتضنون هالفئه هذه من خلال مواهبهم. بس شنو الهدف او الرساله اللي حابين توجهونها اكيد للمجتمع او للكل من خلال احتضانكم هذه الفئه؟ طبعا فئه ذوي الاحتياجات الخاصه هم اخواننا، ونفس ما اقول ان ما ننساهم، يعني هم ناس حالهم حالنا بنفس الوقت، لهم احساس، لهم مواهبهم، لهم هواياتهم. واحنا بالعكس يعني دائما في معارضنا وانشطتنا ما نفرق مثلا القسم هذا حق ذوي الاحتياجات الخاصه، لا يكونون بيننا، بين البوثات، بين الطاولات، بين المشاركات. فامانه في ناس يعني تستحق الدعم من ذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه. جميل، حلو انك ندمج هذه الفئه ونحسسها بانها هي جزء من المجتمع وهي حقيقه جزء من المجتمع. زين، دائما الناس اللي عندهم هدف في عندهم اهداف ثانيه. حدثنا شنو اهدافكم المستقبليه؟ يعني هذا المعرض هل ممكن الهدف القادم يكون دائم ولا ايه؟ والله احنا نتمنى ان نفس ما نقول ان نستمر دائما. نعم. واحنا مستمرين في هذا العطاء وتشجيع المواهب. طبعا لنا اهداف كثيره نفس ما يقولون، او رؤيه مستقبليه. احنا نتمنى ان نحتضن كل المواهب الموجوده في الكويت وحتى خارج الكويت، ونصير كاكبر منظمه تحتضن هالموهوبين، هالناس اللي عندها الشغلات الحلوه الحرفيه. بنفس الوقت هم بعد ان نوصل على المستوى يعني خلينا نقول العالمي، انه يكون في حتى ناس ورسامين وفنانين يشاركون من برا الكويت، مختلف الدول. بالعكس هذا بحد ذاته يعني تشجيع كبير
خاصة يعني للموهوبين الموجودين في الكويت أو اللي يشاركون من برا الكويت. ممتاز، حلو، كل الشكر لك أستاذ عبد العزيز ملا يوسف، واللي حاب إنه يتواصل مع مجموعة مواهب عنده موهبة يمكن وحاب إن أحد يحتضن هالموهبة هذه ويبرزها، عندكم الانستغرام الخاص بمجموعة مواهب ويانا على الهواء، تقدر تدش وتشارك وما راح يقصرون فيكم أكيد مجموعة مواهب في أي رد أو أي استفسار هم أكيد حابين يسألون عنه. كل الشكر لك على وجودك ويانا، دائما انت منور اكيد، وتحيه لك ولجميع الزملاء المشاركين معك بمجموعه مواهب. حياك الله. طيب الله يحييكم، مشكورين على الاستضافه الحلوه. الله يجزاك خير، ما قصرت، المكان مكانك. مشاهدينا الاعزاء نطلع معاكم فاصل ونعود. اداره رياده الاعمال في وزاره الشباب. رواد الأعمال وسوق الأمل، اليوم احنا في وزارة الدولة لشؤون الشباب في إدارة رواد الأعمال قاعد نركز على 5 أهداف، أهمها توعية الشباب اليوم في مجال العمل الحر وريادة الأعمال. احنا نشوف هذا الموضوع من منظور سلوكي behavior wise. عندنا كذا مشروع، أهم المشاريع اللي احنا قاعد نشتغل عليها اليوم هو مشروع روادنا في المدارس الحكومية. عندنا تقريبا 13 مدرسة، هذا أول مشروع، أول مرة يصير في وزارة التربية أن ندخل ثقافة ريادة الأعمال في المدارس. تقريبا 13 مدرسة أفرقة من 3 أشخاص إلى 5 أشخاص يبتكرون شيء جديد ويطالعونه في منظور تجاري. نهايات إن شاء الله 30/4 الطلبة والأفرقة لازم تسوي برزنتيشن لمدة 15 دقيقة حق اللجنة اللي موجودة، ان هي تبيع لها هذا المنتج وتقنعهم ان هذا المنتج محتاجه السوق اليوم. فهذا اليوم واحده من مشاريع الاداره واهمها، هذا يخدم يعني هذا المشروع يخدم عندنا كذا هدف: التوعيه، التركيز على طلبه الثانويه في موضوع ان في خيار اليوم للطلبه او للشاب الكويتي لما يتخرج من الجامعه في خيار ثالث اللي هو القطاع الثالث، قطاع العمل الحر. وأعتقد هم من أهم الأهداف الموجودة في الإدارة اليوم هدف التنسيق، هو التنسيق مع الهيئات والإدارات المعنية في الدولة في ريادة الأعمال. عندنا كذا مذكرة تفاهم، واحدة مع إعادة الهيكلة، عندنا كذا تعاون مع جامعة الكويت في هذا الموضوع. هذه كلها أهدافنا، إحنا اليوم مو جايين نخلق شيء جديد، هذه أشياء جديدة شفنا، هذه الأهداف الخمسة هذه من أهم الأشياء لازم نركز عليها ونغذيها، وشفنا أن الشاب الكويتي يحتاجها. لدى إدارة رواد الأعمال نوعين من المبادرات، هناك مبادرات شبابية والأولويات. مبادرة شبابية هي أي شيء يخص ريادة أعمال والمشاريع الصغيرة يقدم من الشباب إلى شباب، والأولويات هي تخدم أهداف الإدارة والاستراتيجية الماشية عليها الإدارة. فمثلا انت عندك مشروع فكرت فيه يخدم شباب ويخدم فئه الشباب، تي حق الاداره وتقدم عليه عن طريق اداره المبادرات توصلنا اياه عندنا هنا، ناخذه احنا قيمه تقييم فني، بعد التقييم الفني نشوف اذا هو كان شيء مجدي او يخدم الشباب او ياهلهم او يوعيهم باهميه رياده الاعمال، او اذا كان هو شيء لا ينفع فنقول له انه خلاص يعني تغير فيه شويه او انه تشوف لك شيء ثاني تقدمه مره ثانيه. أما الأولويات فيكون عن طريق إدارة رواد الأعمال نشوف شنو إحنا عندنا شيء اللي بنسويه هالسنة أو هالفترة هذه،
ننزله عندنا بالويب سايت مال الوزاره، يجون الشباب والشركات يقدمون عليه، وبعد التقديم يوصلنا له مره ثانيه ونشوفهم بعد سوي دراسه فنيه، نشوف هل هو مطابق حق للشروط اللي احنا حطيناها اثناء الاولويه. مثال اذا كانت مثلا الاولويه شروط انه يكون مثلا العمر مستهدف خلينا نقول من 25 ل 34 مثلا، او مثلا خلينا نقول البرنامج مثلا يخدم بس هدف التوعيه، انه يكون في توعيه حق السوق او حق الشباب، غير عن مثلا يكون شغله فيها تاهيل مثلا. فاذا كانت البادره المقدمه تخدم هدف معين مثل الاهداف اللي حاطينها بالشروط فناخذها، اذا كانت مو مطابقه حق الشغله هذه نقول خلها شويه نشوف لك احنا اولويه ثانيه نقدمها بالفتره الجايه تقدر تقدم عليها. فنرجع من جميع الشباب بالكويت وحتى الشركات اذا كان هناك اولويه مطروحه في موقع الوزاره ان يدخلون الشركات ويقدموا عليها والشباب يقدموا على المبادرات وتوصل لنا ان شاء الله هني، ونحاول نساعد الشباب الكويتي ونأهلهم ونرقيهم للمستويات العاليه. طبعا وزاره الدوله وشؤون الشباب ما اقتصر عملها فقط على هذا الجانب، ايضا عندنا اداره رواد الاعمال معنيه في دعم المشاريع ومعنيه في المشاريع الصغيره وتحفيز الشباب وتوعيتهم للدخول للقطاع الخاص وللقطاع العملي في السوق الحر. هذه الإدارة عملت برامج كثيرة توعوية في المدارس وأيضا في الجامعات، وكذلك قامت على استراتيجية ودراسة تقارير معينة تعود بالمنفعة على أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب رواد الأعمال. لله الحمد اليوم يعني قريب راح نحتفل في كوكبة تم تخريجها من الشباب المبادرين، الشباب اللي التحقوا في هذه البرامج الخاصة في إدارة رواد الأعمال. هذا جانب. اليوم وزارة الشباب أيضا قاعد تقوم من خلال إدارة العلاقات العامة بتوعية الشباب وبدعمهم وتحفيزهم للدخول لمجال المجالات المتاحة في الوزارة، سواء من رواد الأعمال أو المبادرات أو أيضا إدارة الإنتاج الإبداعي عدسة، وكذلك إدارة العمل التطوعي وإدارة الأنشطة الترويحية وإعداد القادة. ونرحب في الشباب وإحنا متواجدين وياهم ونتواصل وياهم بشكل كبير وبشكل مباشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال تواجدنا في مقر وزارة الدولة لشؤون الشباب في برج الحمراء الدور 12 والدور 13. عودة جميلة معكم مشاهدينا، ونتمنى اليوم من خلال برنامج الدار استمتعتوا بكل فقراته وضيوفه اللي يعني الأمانة أبدعوا واستمتعنا بوجود ما شاء الله عليه الطفل الموهبة البراء ومجموعة مواهب، فكانت يعني الحلقة وايد حلوة وإن شاء الله كانت خفيفة على قلوبكم. على أمل دائما نلتقي معكم بنفس الحزة من 6 ل 7 ومن الأحد ل 4. حلقة شبابية فيها دعم للمواهب، شفنا شلون كان موضوع مواهب دعم تشجيع، وهذا اللي احنا نسوي لكم، احنا ندعمكم ونشجعكم. عندكم انستغرامنا وسناب شاتنا، سووا لنا فولو وتابعونا وان شاء الله نشوفكم على خير، وخليكم في حفظ الرحمن.